الأخير للسادة أفالي فليتعرف. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم آياته في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي آيات أخرى قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربه قديرا. فهذا شرع الله سبحانه وتعالى في خلقه. وفي حديث نبينا الكريم قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. وفي حديث آخر قال: من جاءكم يخطب منكم وتطلبون دينه وخلقه فزوجوه. فهذا هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسنته في أمته، وتطبيقا لشرع الله سبحانه وتعالى في خلقه، وتقليدا لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهديه في أمته. جاءت هذه الجارة الكريمة من عائلة خريص، وأحمل شرف الحديث باسمهم بعد أن قدمني أخي الدكتور محمد خريص حفظه الله ورعاه بالحديث نيابة عنه. طالبين منكم يد المصاهرة والنسب من ابنتكم الدكتورة بشرى الخطيب إلى ابننا الباب حفظه الله ورعاه المهندس قيس خريص. طالبين منكم الموافقة والقبول على ما تم الاتفاق عليه من الصداق والنحلة، والله ولي التوفيق. في البداية فلنقف لقراءة الفاتحة عن شهداء غزة وشهداء فلسطين الذين يدافعون عن الأمة العربية والإسلامية. الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وجاءت أيضا امتثالا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من آتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ألا تفعلوا يكن إثم وفساد عظيم. لقد أمروني وشرفوني آل الخطيب أن أوافق على خطبة ابنتهم الدكتورة بشرى الخطيب بيد ابنكم المهندس قيس خريس. فدار خريس لا يرد لكم طلب، يعني أخونا الدكتور محمد المبدع العظيم المحترم الناجح اللي أظهر بلدنا بشكل طيب في كل البلدان، لا يرد لكم طلب يا أخ محمد ويا أبو ناصر ويا دار خريس، لأنه الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين، افلحوا من جيتوا فيه وقهوة الطيبين لا تبرد. وإن شاء الله تعالى أن تقام مثل هذه الأفراح والمناسبات في عزون البلد الجار المثمرة، وفي دير نظام في رام الله، وفي القدس، وفي غزة، وقد رجعت كل فلسطين، وفي القدس الشريف وقد رجعت كل فلسطين إلى أهلها، وليس ذلك على الله بعيد. أبو ناصر اشرف لك حياك الله، أنتوا يعني تكرموا. ونقرا الفاتحه على سنه القبور. أخوك الله خليك، اسمحوا لي أنا أنا أكبر من الجاه ولا تهدف.